تمهلي يا شمس، لم يحتمل حماسك جسد الحاج، وأفسح يا طريق، فإن على ظهرك حالة نجدة. ويا باب الطوارئ، تماسك فلست الواقف الوحيد هنا. وقف على أعتابك مسعفون، يركض الواحد تلو الآخر لإنقاذ ضيوف الله. حالة إثر حالة، إسعاف إثر إسعاف، للموت رائحة لا يعرفها من وقف بعيدا عن فوهة الخطر. وكلما مرت بأنف أحدهم تذكر غايته من الحياة وسارع في نجدة المرضى. يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ المريض زيارته زيارة لله، فكيف بالقائم على حاجته ومعالجه؟ شكرا للعاملين ليل نهار، الذين ينكرون التعب حتى يتمكن منهم. وكلما اتكأ أحدهم على كتف الصبر ناب عنه آخر، فلا صف ينقص ولا دور يغيب. دفعوا العوائق بالثبات وجاوزوا ما سر من قدر الأمور وساءً.